في الفيديو النهاردة هكلمكم عن الإصرار. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية كده كنت بسمع كلمة الإصرار في حياتي كتير جدا، يا كريم خلي عندك إصرار في الملعب، يا كريم خلي عندك إصرار في الدراسة، يا كريم خلي عندك إصرار في شغلك. ودايما وانا صغير كنت بسأل نفسي، هو ايه الإصرار ده؟ اجيبه منين؟ طب اتدرب عليه ازاي؟ طب هو موجود فين؟ كنت لسه بقى صغير، اللي هو الشغل بتاع كيف بدأ الخلق وانا جيت منين والكلام ده. الإصرار ده الحاجة اللي احنا بنعملها كذا مرة وبنفشل فيها لحد ما بنعملها آخر مرة وتنجح معانا، زي واحنا جينا صغيرين جينا كانوا بيقولوا لنا في المدارس إن اللي اخترع التلفزيون قعد 99 محاولة بيعملها غلط وجاه عند المرة 100 عمل التلفزيون صح. هو ده الإصرار، وبدأت فكرة الإصرار دي تتنقل للمطورين بتاعة الجيمينج وتستخدمها كسلاح في اللعبة اللي هي بتطورها، زي لعبة بيس مثلا، ان انت كل ما بتلعب بطوشة اكتر كل ما بتاخد كوينز اكتر كل ما بتجيب اللعيبة اللي انت عايزها، او زي ببجي او فورتنايت الترند بتاع دلوقتي، يعني كل ما بتقتل الناس اكتر كل ما الريت بتاعك بيعلى في اللعبة. فالمطورين بتاعة اللعبة دي بتستخدم فكرة الإصرار عشان تجذبك انت انك تلعب اللعبة. بمناسبة ببجي وفورتنايت وبيس والكلام ده، انا بلعب ببجي وبقيت بحبها جدا بعد ما حطوا فيها مود الزومبي جامدة جدا، وبلعب بيس 2019. فاللي حابب يلعب معايا هسيب لكم الحاجات دي هنا كده، ممكن ندخل ونلعب مع بعضينا كلنا. طب احنا محتاجين الإصرار ده في حياتنا ولا لا؟ احنا محتاجين الإصرار ده في حياتنا. حياتنا مش ستريت، كل واحد فينا راكب العربية بتاعته وماشي في الطريق، والطريق ده فيه يمين وشمال ومطبات والحاجات دي، وفي عربيات كبيره وفي تريلات وفي عربيات صغيره وفي موتوسيكلات. هي دي الحياه، وهي دي حلاوه الحياه. لو انت تخيلت انك راكب العربيه وماشي في طريق مستقيم ومفيش عربيات جنبك ولا حواليك ومفيش مطبات ومفيش يمين وشمال والكلام ده، هتمل في وسط الطريق. فالاصرار مهم جدا في حياتنا اننا نحقق الباشون بتاعنا في الحياه. ولو جيت بصيت للناس اللي غيرت العالم زي ستيف جوب او بيل جيتس، هتلاقيهم برضو مشيوا على منهج الاصرار. لولا الاصرار بتاعهم ما كنا شفنا حاجه اسمها ابل، وما كنا شفنا حاجه اسمها مايكروسوفت ونسخه ويندوز على البي سي. فالاصرار جزء لا يتجزأ من حياتنا، ولازم يكون عندك اصرار انك تدخل تعمل فولو على انستجرام، وتعمل سبسكرايب، وتعمل لايك للفيديو على اليوتيوب، وتدخل على البيج بتاعتنا على الفيسبوك كريم عفت، تعمل لايك للبيج بتاعتنا عشان تساعد المحتوى اللي هو يتنشر. وبس كده، دوس يا كوتش، سلام عليكم.